السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم طريقة عمل كب كيك السمسم على طريقتي. أتمنى للفيديو حبايبي ينال إعجابكم. ما هنحتاج حبايبي يعني هنشوف الطريقة سهلة جدا وبسيطة. هنشوف هنحتاج لإيه، هقول لكم المقادير والطريقة خطوة بخطوة. هنحتاج 125 جرام زيت، هنحتاج 125 جرام سكر، هنحتاج لثلاث بيضات، هنحتاج لكيس فانيليا، هنحتاج لرشة ملح، هنحتاج لخمسة جرام قرفة، وهنحتاج لخمسة جرام بيكنج باودر، وهنحتاج خمسة جرام يعني معلقة صغيرة، هنحتاج لاتنين معلقة كبيرة من السمسم البودرة، وهنحتاج لربع كيلو دقيق. ممكن بيكنج باودر تضاعف الكمية، يعني ممكن تخليها معلقة كبيرة. فهنشوف مع بعض. هنحتاج بقى للتزيين سمسم كده مطحون، وهنحتاج يعني الشرايح كده برتقال، اللي هو زي شرايح برتقال كده اللي انا زي اللي انا كنت عاملاها قريب لسه معاكم، مربة قشر البرتقال اللي انا عاملاها لتزيين الحلويات، هي ديت اللي انا يعني بقصدها، دي كده اللي انا بزين بيها اي حلويات انا بعملها. هنحتاج بقى حبايبي هنشوف الطريقة. اول حاجة اللي انا يعني فاحط كده بقى في المضرب بقى. يعني مضرب بالكهرباء. هنحط البيض وهنحط الفانيليا وهضربهم كده اهوت يعني لمدة دقيقتين كده اهوت، وبعد كده هضيف عليهم السكر وبرده هستمر برده في الضرب لحد يعني خليط البيض كده معايا ما يعمل فوم كده اهوت ويعلى شوية يعني. بعد كده اهوت هبدأ بقى ايه، اضيف رشة الملح واضيف القرفة على الدقيق وهضيف برضو عليهم البيكنج باودر يعني وانخلهم بقى كده مع بعض. وبعد كده ابدأ اللي انا احط الدقيق، خليط الدقيق بقى مع الحاجات اللي انا ضفتها عليه، احطها كده مع على الخليط اللي انا ضربته الاولاني في المضرب، هضيفه كده اهوت واحدة واحدة واقلبهم بقى كده ايه مع بعض. واحدة واحدة هكون موقفة المضرب مش شغال، فاضيف الدقيق كده واحدة واحدة واقلبهم كده هوت مع بعضيهم. وبعد كده هوت اكون بقى مجهزة حبايبي الصينية الكب كيك اللي انا يعني هحط فيها الخليط ده هوت. وبعد كده احط في الصينية دي، ممكن انت تدهنيها زيت وترشيها دقيق، او ممكن تحطي فيها اللي هي الاكواب الورقية ديت بتاعت الكب كيك. بعد كده هبدأ بقى اللي انا اخد الخليط اللي هي عجينة الكب كيك اللي انا عملتها جهزتها، وبعد كده اوزعها كده هوت يعني في كل واحدة كده من الكب كيك هتحطي معلقة كبيرة من العجينة او معلقة ونص كده. بعد كده اهوت وهتسيبي ايه يعني شويه كده فاضيين منها من فوق، عشان هي طبعا بترتفع ايه في الفرن، فانت تعملي ايه حسابك. بعد كده هتكوني طبعا مسخنه الفرن، هتبداي ان انت تدخلي صينيه الكب كيك فيه لحد ما تسوي، ما بتاخدش وقت يعني، مجرد يعني من 10 دقايق لربع ساعه تلاقيها استوت معاكي، مش هتاخد وقت معاكي، فانت تتابعيها على طول. لا بعد كده هتطلعي بقى الصينيه بعد ما تستوي، هتطلعيها من الفرن وهتسيبيها لحد ما يعني ما تبرق ده. وبعد كده بقى هتزيني بقى ايه، هترشي على وش الكب كيك كده اهوت، هتديله رشه كده من السمسم البودره، وهتحطي كده شرايح البرتقال اللي هي بتتعمل مربة البرتقال كده، اللي هي بتبقى شرايح كده ايه برتقال طويلة ديت، هي ديت اللي انت هتزيني بيها. وبعد كده هتقدمي بقى الكب كيك وبألف هنا. طبعا برضو اللي مش عارف مربة البرتقال هتعمليها ازاي، اللي انا بقول لكم عليها لتزيين الحلويات هقول لكم عليها برضو من هنا، هقول لكم عليها انا كنت عاملاها ازاي، اجيب لكم برضو عشان بسجل لكم الموضوع ده هوت من المنتدى اللي انا ايه اللي انا بنزل فيه الوصفات. ده كده حبايبي شكل المربى اللي انا عاملاها، وهنا نزلتها لهم بالصور، وكنت منزلها معاكم فيديو عاملاها يعني عاملاها مع بعض ايه عملي في قلب الفيديو. هنشوف مع بعض انا هنا كنت محتاجة يعني كنت عاملاها ازاي، هقول لكم برضو عليها بالمرة.
هنحتاج يعني 2 كيلو برتقان، يعني كان انا معايا بقى ايه 4 برتقانات ناريه كبار، كل برتقانه عامله 1/2 كيلو، فكانوا عاملين معايا طبعا 2 كيلو برتقان على حسب ايه، على حسب ما انت ما تجيبي ال2 كيلو هيطلع معاكي كام برتقانه، ماشي؟ يعني ما ترتبطيش ب2 كيلو يبقى نفس العدد اللي انا عاملاه. هنحتاج بقى ايه من ال2 كيلو برتقان، هنحتاج منهم 2 كوباية كبار عصير برتقان، هناخد منهم 2 كوباية، نعم، وهنحتاج العصير 1/2 ليمونة، وهنحتاج ايه 1 كوباية سكر. بعد كده هتبدأي اللي انت بتجيبي البرتقال بتغسليه كويس جدا يعني بتنشفيه، وبالقشارة اللي احنا بنقشر بيها البطاطس هتبدأي اللي انت تقشري بيها البرتقال، هتاخدي الطبقة الصفراء اللي بره دي بس، اللي هتقشري بقى كمية ال2 كيلو هتاخدي القشر بس اللي هي الطبقة الصفراء، زي كده اهوت كده بالظبط. هتبدأي اللي انت تاخدي القشر بقى ده وتقطعيه بقى ايه لشرايح. بعد كده اهوت هتبدأي بقى ايه تاخدي تلات برتقانات كده كبار، هتبدأي اللي انت تعصريهم على حسب بقى ما يطلع معاكي، يعني على حسب التلاتة ما هيطلعوا معاكي 2 كوباية عصير برتقان او ممكن اكتر اقل، فالمهم اللي انت هتلتزمي بالمقادير بقى اللي انا قلتلك عليها، يبقى 2 كوباية عصير برتقال، وهتاخدي قشر البرتقال اللي هو ال2 كيلو دهوت. ونبدأ بعد كده اهوت، يعني بعد ما قلتلكم اللي انت هتقطعيه بقى القشر الشرايح رفيعة، هتبدأي بعد كده ان انت هتجيبي حلة وهتحطي فيها حوالي 3 كوبايات مية، وهتبدأي اللي انت تاخدي قشر البرتقال اللي انت قطعتيه دهوت. هوريكم برضو ايه شكله في الصورة هنا اهوت، كده الشكل بتاعه واضح كده، وانا عماله بقطعه ايه شرايح. وهنا جهزت ال2 كوباية عصير برتقال اهوت وكوباية السكر، طبعا بتعصريه بقى ايه، ممكن تعصريه في العصارة ديت عادي، اهي انا مستعملة العصارة العادية اليدوي. هنا بعد كده بعد ما خلصت بقى تقطيع من تقطيع قشر البرتقال، بحط يعني كمية مية كده حوالي 3 كوبايات مية، وبحط عليهم كمية قشر البرتقال اللي انا قطعتها، وبعد كده هبدأ اللي انا اولع عليهم على النار لمدة يعني 5 دقايق كده هوت، عشان بس اتخلص من المرارة اللي فيه. ابدأ بعد كده اللي انا اصفي البرتقال ده هوت، واكب المية دي خالص، واحط عليه مية تانية نظيفة برضه، واسلق برضو واحط القشر تاني فيه. المهم اللي انا هسلق القشر البرتقال دوت يعني ال3 مرات كده بس عشان اتخلص من المرارة اللي بتكون في قشر البرتقال. بعد كده اخر خطوة بقى بعد ما اخلص كده يعني اتخلص من المرارة اللي فيه، هبدأ بعد كده اللي انا احط القشر بقى في حلة، وبعد كده اضيف عليه 2 عصير البرتقال، وهنضيف عليه 2 كوباية السكر كده. كده انا ضفت عليه بقى كده كل حاجة، حطيت على القشر السكر وعصير البرتقال وحطيتهم على البوتاجاز لحد ما تبدأ ايه اللي هي تغلي، وهتطلع بقى ريم معايا. هبدأ بعد كده اللي انا اتخلص من الريم، ما وبعد كده هو هبدأ بقى ايه اللي انا اضيف عليه عصير 1/2 ليمونة، واسيب المربى لحد ما تقعد كده معايا، وبعد كده ارفعها بقى من على النار. ده كده بيبقى شكلها كده معايا، بيكون بقى معايا برطمان معقق ما بحط فيه المربى كده حبايبي. دي بقى اللي انا بستعملها بقى في التزيين اللي انا قلت لكم عليها، اللي انا ايه يعني تستخدميها بقى في تزيين الكب كيك. اتمنى حبايبي ان الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم بالطريقه، يعني كده انا حبيت انا كنت عامله الفيديو على طريقه واحده بس، يعني حبيت برضو ان انا يعني بدل ما يعني انت بدل ما تبقيش عارفه مثلا القشر البرتقال انت هتزيني بيه ازاي، فحبيت ان انا برضو اقول لكم على الطريقه برضو بالمره عشان تستفادوا بالطريقه. اتمنى حبايبي ان انتوا تكونوا استفدتم بطريقه عمل الكب كيك وطريقه عمل مربى قشر البرتقال لتزيين الحلويات، طريقتها بسيطه جدا جدا وسهله. وممكن كمان حبايبي اللي انت مثلا في حاجة برضو قبل ما انهي الفيديو، ممكن برضو لو انت عندك مثلا برتقان بصرة، وممكن برضو عندك يعني ممكن تاخدي القشر، يعني اولادك او جوزك او اولادك يعني هياكلوا البرتقان، تاخدي انت القشر الطبقة الصفرة ديت، وبعد كده هتضيفي عليهم 2 عصير برتقال، ويبقى كده استفدتي بالقشر برضو بدل ما ترميه. دي برضو ملحوظة حبيت برضو ان انا ايه اقولها لكم برضو قبل ما انهي الفيديو.
اتمنى ان الوصفتين يكونوا نالوا اعجابكم حبايبي، بحبكم جدا جدا في الله. كان معاكم حنان الوراقي منى وفتحي. يا ريت اللي لسه متابعيني لاول مره، فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتوا تدعمونا كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. لا، ويا ريت كده حبايبي تدعمونا باللايك والشير عشان يعني الفيديو يوصل لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو، وكمان القناة كمان تكبر بيكم كمان حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.